لو انت ام اسمعي الكلمتين دول كويس جدا، ممنوع منعا باتا تسمحي لاي حد مهما كان انه يتخطى حدوده مع اولادك سواء بجد او بهزار. اوعي تسمحي لحد يناديهم بلقب او بصفه وحشه زي يا اسمر يا كارته يا ازعه او اي صفه فيهم زي زنان شقي عيوطه وغيرهم. ممنوع الهزار التقيل بتاع طالع وحش لمين او ليه مش حلو زي اخواتك وغيره من الكلام اللي بيقفل وبيسم البدن. ممنوع منعا باتا السخريه او حتى التعليق على مستواهم البدني او التعليمي زي هو ماله مش قادر يجري ليه او ازاي في السن ده وما بيعرفش يعوم او هو مش شاطر ليه او مش عارف يقرا ليه، لان صدقيني الكلام السلبي ده هيأثر في طفلك وهيفضل في مخه وللاسف العقل هيصدقه. يعني ممكن العقل يصدق انه خايب مع انه مخه نضيف لكن هيفضل خايب طول عمره. خليكم ظهر وسند لاولادكم، لما حد يقول لهم كلمه وحشه مهما كان هو مين انتوا اللي تدافعوا عنهم وتردوا عليهم، لكن للاسف كتير منكم بيضحكوا. يا ريت كل ام تشارك الفيديو لان الكلام ده مهم جدا.